يوم جديد وفلوق جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شخباركم سوية؟ ان شاء الله طيبين. طيب يا جماعة، ان شاء الله راح ندخل تحدي 90 يوم بعد ما نرجع من السفر. زي ما تعرفون يا جماعة باقي بالضبط تقريبا 3 ايام ونسافر ان شاء الله، راح نروح الى ولاية كاليفورنيا، فصعب هناك تحدي 90 يوم وبعدها شوي نشوف مطعم كذا، اوه والله هذا المطعم يمدحونه هنا، بس اذوق شوي الا مخلص نص المطعم. فباذن الله اول ما نرجع من امريكا راح ندخل تحدي 90 يوم. طيب يا جماعة، تذكرون لما قلت ان مدير اليوتيوب يقول لنا لنا مفاجأة اذا وصلنا مليون مشترك؟ وصلناها الحمد لله. تعال شوف ايش المفاجأة. دخلنا على حساب اليوتيوب في الانستغرام ولقيناهم حاطين صورتنا. الله على هدية صراحة، شكرا لليوتيوب من قلب، وشكرا لمدير اليوتيوب في الشرق الأوسط الأستاذ جاد، شكرا والله لك، أسعدتنا بهذه المفاجأة. والكومنتات كلها أصحاب ثنيان، يستاهل ثنيان، يستاهل أكثر، ما شاء الله كل الشعب هنا، وأغلب الكومنتات على اليوتيوب تقريبا 400 300 200، والتعليق على هذه الصورة 11500 كومنت. صاحب ثنيان ايش هذا؟ واحد كاتب وصلناها العالمية، الله علينا. لا والله جد يا جماعة، لما كلمني مدير اليوتيوب اخر مرة سألوني ايش يقول؟ يقول كيف المشاهدين عندك متفاعلين زي كذا؟ هو قصد اصحاب ثنيان، يقول اغلب قنوات اليوتيوب مثلا يكون فيها تفاعل شهر شهرين وبعدها يخف التفاعل، لكن يقول قناتنا من بداية السنة لما الحين والتفاعل موجود، سواء عدد اللايكات، عدد الكومنتات، شير، فيفورت، مشاهدات دائما عالية. اذا هذول اصحاب ثنيان، والله يا جماعة شكرا لكم من قلب، لدرجة حتى اليوتيوب شكرنا وبارك لنا على المليون. دائما اقرا في الكومنتات نجيبها طناخة، والله جبتوها، فهذا شيء يسعدنا كثير. زي حساب اليوتيوب تقريبا بيوصل 5 مليون وحط صورتنا وشكرنا. فايش راح نسوي؟ نصور شاشة ونحط على حالة تميز، هذه الصورة طبعناها وان شاء الله راح نعلقها الحين. فأي شيء يسعدنا وفي تميز لنا ان شاء الله راح نحطه هنا. حلو حلو. طيب شباب، والله صراحة جوجل شيء بطل، قلت اليوم نبغى نروح مكان ما رحنا من قبل، حلو، وجينا هنا وفتحنا على جوجل. طبعا اول شيء يوريك الطقس وكل شيء، بدأ تضغط على الميكروفون. هايكينج ان فيكتوريا، هير ار ذا ليستينجز فور هايكينج، وطلع لك كل الاماكن. هايكينج يعني تنزه ولا مكان تمشي فيه كثير، ثاني هذا شرح. حلو يا جماعة، بعض هذه الاماكن ولا مره رحناها، فراح نختار واحد بالصدفه ونروح ان شاء الله. هذا المكان شكله بطل يا جماعه، ولا حاطين الصور والموقع وكل شيء والتقييم، فباذن الله راح نروحها. بس شوف شباب، اذا انت سائح ولا رحت مكان جديد ما تدل فيه ولا شيء، ابد جوجل، قول مكان اللي تبغى تروحه او اي شيء تبغى تروحه، مطاعم، محلات، مكان رياضه، مكان سياحه، او اي شيء يجي على بالك، وراح اطلع لك قائمه الاماكن اللي تبغى تروحها والخرائط وصورها، كل شيء تبغاه. مستعد؟ طيب ايش اللي نحتاجها؟ شنطه الظهر، علبتين ماي، بطاريات الكاميرا احتياط، وموزة. اتوقع كذا احنا جاهزين، بس طبعا يا جماعه راح نحطها بكيس، لازم الشخص يتعلم الخطا. اخر مره بس حطيناها زي كذا في الشنطه، ولما وصلنا المكان اللي نبغاه لقينا كذا شنطه وعليها كذا موز، بس ناقص معصوب نحط معاه. كنا حلوين يا ثنيان. ازعل باقي يا جماعه، اتوقع احنا كذا جاهزين وراح نتوجه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع من باب الامل. يا جماعه لحظه قبل ما نتوجه المكان، بنمر على السوبر ماركت يبون علب صغيره فيها فواكه، علب صغيره كذا وفيها بعض الفواكه بسرعه دولارين 3 دولار، تاخذها معك اي مكان كوجبه خفيفه وصحيه. وهذا هو السوبر ماركت، هذه الاشياء اللي كنا نتكلم عنها، فاوله اذا تبغى، عنب، اناناس، حبحب، انواع الفواكه، سعره دولار و99 سنت. راح ناخذ حبحب بس ان شاء الله. بعد ما اخذنا الحبحب حاليا نتوجه المكان. لا تقول لي هذا التجمع على بوكيمون جو، هو محل العاب فيديو جيم، اكثر لعبه انتشرت في فتره قصيره. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ان شاء الله راح نوصل هناك بعد 27 دقيقه وتبدا الرحله. اول محطه نعبي بنزين. تحديث باقي 10 دقائق ونوصل ان شاء الله. يقول لي باقي على المكان دقيقتين، وصلنا مكان طريق واحد للسيارة، المشكلة إذا جت سيارة قدامنا. شكرا جوجل، يقول لفوا يسار من هنا، والمشكلة ما في طريق من هنا. إن شاء الله نلقى طريق قدام. حلو حلو، هنا ما في شبكة أبدا، وضعنا في وسط الغابة. ما في شبكة هنا، وضيعنا، والله صدق. شو يا جماعة أوريكم المكان. شوف كيف فاضي، ما في أحد أبدا، كله أشجار. طيب والحل؟ نبغى نطلع بس. حياة جوجل ما ادري ايش، ذابحنا من البيت. ندور طلعة. لو سمحت اخوي، تعرفون وين طريق فيكتوريا؟ تعرفوا كيف يا جماعة؟ مو مشكلة احنا في وسط الغابة وما في احد، المشكلة ان تشوف بيوت هنا.
يا جماعه جينا وقفنا هنا عند بدايه المدخل، واحنا في المكان صحيح لكن لما ندخل ما في شبكه ونضيع. بس ايش حصلت هنا؟ حطينا اعلانات، لقيت هنا مكتوب انه في بيت للاجار. اللي بيستاجر بيت هنا لازم انه ما يطلع منه، يقعد طول مده الاجار. لما تنزل وتروح توصل وسط المدينه يكون اذن المغرب. وهنا كاتبين نيجي ننظف البيوت، وهنا اشخاص نظفوا من قبل كاتبين قبل وبعد وحاطين الاسعار وكل شيء. هنا مطلوب مدرس موسيقى. بس احلى شيء حاطين صناديق البريد هنا علشان ما يجي راعي البريد ويطلع فوق ويروح بيت يمين وبيت يسار، يجي يحطها هنا خلاص وانتوا تعالوا خذوها. حصلت هنا في الطريق زي الكشك، الظاهر انه في اشياء تقدر تشتريها. نجي نشوف، طلع يبيع ورود ب$5 خلصوا والله. اذا تبغى تشتريها تحط الفلوس هنا تاخذ اللي تبغاه. موضوع امانات، انت وامانتك، راح تاخذها بدون ما تدفع ولا راح تحط فلوس؟ حركه حلوه عند عنوان البيت، حط دجاجه، شكله مزارع. في عسل عندكم؟ نكمل. شوفوا وين وصلنا بالصدفه ما شاء الله. تذكرون فلوكس باق سيارات؟ يكون انت على الارض خلونا نشوف سيارات والحالية بنطلع برا بعد الزحمه. ايوه بالضبط هذا هو المكان. شوف السياره اللي حصلناها في البدايه، نعطي الكاميرا يعطينا هذه السياره والله كبيره حتى ما تكفي المواقف. يقول لك اعلان لهذا الاسبوع، شوريكم كيف حجمنا بالنسبه لها. هذه السياره جت قدامك خلاص الله يرحمك. كبير كيف فوق، ما كنا مخططين لهذا الشيء، وصلنا بالصدفه. ايش هذا المكان؟ هنا كانك في الصين، هنا في باريس، كوخ صغير، مكان جولف، هنا مكان لعبة الجولف. احنا وين جالسين نروح؟ ايش بيطلع بعد شوي؟ نكمل طريقنا. يعني مو ضيعت يعني وصلت هناك ما كان في شبكة. مرة جاية ان شاء الله، الحمد لله اني كنت يعني كنت الا تك اني اروح معاه والله. الحمد لله جاني النوم سبحان الله. لكن ان شاء الله راح نلحق على جبل ثاني. شوف كيف منظر القمر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله والقمر اليوم مكتمل. كأنه حقيقي. والله كأنه حقيقي. فلاش اول مره اشوف فلاش ينور. شو حتى الثاني اللي بالجهه الثانيه شغال والله. كيف هذا المكان بعابد؟ والله جميل، احسن من ذاك المكان اللي تروح تضيع هناك ما ادري ايش. القمر للاسف هذيك الجهه ما نقدر نشوفه بسبب الغيوم. طيب تعرف المعاناة ايش؟ ايش؟ انه هذه بس فيكتوريا. فيكتوريا طبعا مدينة صغيرة زي ما قلنا، مو زي باقي المدن الكبيرة فانكوفر، تورنتو، اوتاوا. تدري مكتشف المصباح كان يوم من الايام واقف على جبل وقال ساجعل هذه المدينة جميعها مضيئة. سواها. يعني الشخص يثق بقدراته ويعرف الاشياء اللي يسويها. طيب ايش رايك الحين نروح نسبح؟ يلا قدام. والله؟ نروح نسبح؟ والله نروح نسبح. يلا يا رجال. كان مكان جميل وإلى المسبح الحين. وصلنا النادي، رجعت البيت بدأت على السريع، حاليا راح نسبح إن شاء الله. لذيذ مره لذيذ. $2 وجاهز. حلو مره حلو. أول شيء نيجي هنا وندفع $5. هنا غرفة تبديل ملابس. رجعنا هذيك الكاميرا، استخدمنا كاميرا جو برو. الحمد لله خلصنا سباحة، وهنا حاطين الأشخاص اللي يبغون يشوفون شعرهم. بعد ما خلصنا حاليا نتوجه على الشقة. كيف كانت معاك؟ والله بقلبك شيء جميل والله. والله جدا جميل. شوف هنا صورهم لاعبين هوكي. شوف هذا أنا. حلو عزيز. بعد إبراهيم. هذا زمان يعني. شوف شوف هذا قمر وذاك قمر، مين احلى؟ والله مصيبة وانا اخوك، مصيبة والله مصيبة. يلا بعبد نشوفك على خير. على خير يا يلا مع السلامة. طيب يا جماعة بعد ما رجعنا الشقة، بس بقول لكم عن أكثر شيء متحمس له لسفرة أمريكا. هذا المكان يونيفرسال ستوديو، هنا يورونك كيف صوروا الأفلام وبعض خلف الكواليس وأشياء استخدموها للأفلام. صراحة مكان بطل ومن زمان ابغى اروحه، وان شاء الله راح نزوره قريب. طيب يا جماعة من هنا راح ننهي الفلوق، يعطيكم الف عافية على المشاهدة، شكرا على تفاعلكم دائما. راح ننهي الفلوق من هنا، وسؤال اليوم يقول: ايش أكثر مكان تتمنى تزوره؟ اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف ايش هي الأماكن. كان معكم اثنين خالد، خليكم دائما فني وإيجابيين و السلام عليكم. نشوفكم على خير ان شاء الله.
كذا تكون خلصت جلستنا هنا وبدينا نشيل الاغراض نستعد راجعين لفكتوريا ان شاء الله. صراحه كان ممتع واستمتعنا هنا والتخييم والله شيء جميل يا جماعه. قلت مره اذا كان في شخص متلخبط نومه طب اقرب سوبر ماركت